النهارده وهنكمل جولتنا علشان نطمن على الوضع مع حضراتكم. معانا على التليفون سياده اللواء حاتم عثمان مدير امن الغربيه. مساء الخير يا سياده اللواء. نور افندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الغربيه زيها زي عدد من المحافظات النهارده اللي كان فيها مسيرات من جماعه الاخوان ومظاهرات وايضا اشتباكات من خلال تصدي الاهالي ليهم. وضح لي الصوره النهارده كانت عامله ازاي يا فندم؟ والله هو الموضوع ده لم يستغرق الا وقت قليل جدا، بسيط جدا، بعد صلاه الجمعه مباشره. كان في قطور وفي سمنود وفي بعض قرى سمنود وفي مدينه زفته مع مدينه طنطا والمحله، الحمد لله ما كانش فيها حاجه نهائي، وخروج اعداد لم تزيد عن في 150 في زفته و200 كانوا في قطور، وتصدوا لهم الاهالي ولما استغرب ذلك سوى 20 30 دقيقه او 20 دقيقه بكثير يعني، وانصرف والحمد لله لم تحدث. مفيش اصابات يا فندم؟ لا لا لا، لم يحدث اي اصابات، وانصرف في هدوء يعني بعد الاهالي ما تصدوا لهم، يعني انصرفوا مباشره، والحمد لله المحافظه بالكامل الامور فيها هاديه حاليا يعني. والوضع دلوقتي طبعا اكيد هادي زي ما حضرتك بتقول، المساله ما استغرقتش يعني فتره طويله. لا بتستغرق. انا بس كنت باكد على موضوع الاصابات لان في طنطا تحديدا الخبر اللي عندنا بيقول ان الشبكات نتج عنها اصابات، فكنت عايز اعرف اذا كان ما عندناش اصابات الحمد لله. وده في بعض مراكز طنطا ومدينه طنطا لم يحدث فيها اي خروج للاخوان او اي اشتباكات، وبقصد ايضا مدينه المحله الحمد لله. الحمد لله، شكرا لحضرتك سياده اللواء حاتم عثمان مدير امن الغربيه. نشوف بقى في